بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في درسنا في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب العربية بين يديك. اليوم وصلنا إلى الصفحة 20، الصفحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 14 شهر أكتوبر 20، صفحة رقم 20. هذه الصفحة، الذي معه كتاب فليفتح كتاب على صفحة 20. صفحة 20، درسنا سيكون عن القراءة. درسنا عن ماذا؟ درسنا عن القراءة. نعم. القراءة هي مهارة من أهم المهارات الأربع في تعلم اللغة العربية، تعلم اللغات، ومنها اللغة العربية. القراءة، التدريب الأول، انظر واستمع واقرأ. مر سنب هاينم أن. الكلمة الأولى هي أنا. أنا، كلمة الأولى أنا. أنا، ما معنى أنا؟ أنا يبقى فرادها يوم. نعم، أنا يبقى فرادها يوم. أنا يعني أي فرابان تين برو تين سري. يوم كي براه كو تها أنا، هاي باو كي ستري كو فرادها أنا دو كنين. فمثلا أتيها أنا، أنا طا، أنا طالب. يوم كي ست ركا نسات سري برو تي برو نه عفوا باقي يوم كي سان سري هاي باي انا انا طالبة، انا طالبة، انا معلم مذكر، أنا معلمة، أنا معلمة
مؤنث بخيوم تيس براها أنا معلم بخيوم تيس لكرو بورين ركا تيس سرطة تيس أستاذ تكرو بورين أنا معلمة بخيوم تيس نكرو كتري جن أنا يبرابان تبي تم براه تم ستري نعم إذا الكلمة الأولى تأتي مو بهيك أنا أنا بقرأها بخيوم الكلمة الثانية أنت أنت ما معنى أنت أنت من نيت هاي بيت يبقى برايت هاي بيت أنت أنت يبقى برايت ها نيا ركا لو تا شيء برا để nhận đây giờ mình về tập cắn hiện ai đi bỏ ra chi phí đại cụ sản phẩm điện bao nhiêu lắm mẹ hiện ai mẹ được còn lâu lắm thứ tài quát chi phí bỏ công ty họ anh ta bỏ polybun anh ta polybun lâu được còn nhé cứ chia sắt được coi chia đi sắt áo anh ta أنت معلم لو كرتونة كوجي كرو بوبين ركا كوجي ساسراجا هل ممكن نأتي بجملة أخرى يعني رو كليب سين كرابي معلم طالبان هيك بيدي يجيه لبيدي يجيه ما دين كلام هاي مثلا أنت طبيب ما معنى طبيب لو كروبين شو أنت نقول أنت طبيب أنت طبيب أنت طبيب إذن كلمة ثانية هي كلمة أنت أنت يبقى برايتها نأرق اللو تاكوات كوجي بيترا ننتقل إلى كلمة التي بعدها بطوابنا أن أنت الأول الذي قبلها أنت هنا أنت وهذه أنت أنت يبقى قرأتها نئ ركا نئ نين وشي بيت سري للمؤنث فنقول هنا أنت طالب إذن أنت ماذا نقول أنت هذا مذكر طالب إذا كانت مؤنث فماذا نقول أنت طالبة وهنا أنت معلم وأنت معلمة و طبيب فنقول أنت أو لا أنت ماذا طبيب مذكر ومؤنث نقول أنت طبيب طبيبة نه ركنة نيل ركنة لوكسري كوجي نه كرو بي إذن سمعت براه تي بي يبيت كا باي جاي كانها مخاطب ني كو براتي بي يمين كان بانجاي بين المذكر ومؤنث سبرا براتي بي كو يمين بانجاي يروين هيت براو نن هيت سري كلمة أخرى هو ما هي كلمة هو وبرايتها ما معنى هو وبرايتها كوات ركا بي براتي بي تاي شي مذكر او مؤنث شي مذكر شك المثال نقول هو ليبون يبقى برايتها يبقى كوات كوجي سا
هو معل هو معل لمن قوات تجي سسراجان قوات تجي كروبورين هو طبيب أو طبيبة هو طبيب هو طبيب قوات تجي لكروبي إذن هو للمذكر هو للمذكر كلمة التي بعدها هي ما معنى هي يبقى برايتها قوات رفع ويا بكثير كمتاي سمراب هيد اكي سمراب مؤنث سمراب هيد سري المثال نقول هي يوتيها نحن نقرأ فيه هي ماذا نقول طالبة طالبة أو طالبة هي طالبة معلم هي معلمة طبيب فنقول هي طبيبة هي طبيبة هنا نقول الغائب غائب كذا أبو تميت بنا برا تبي جم برا تبي كم يمكن باي جاي كذا مذكر هو مؤنث هي سمراب أي بجنا تقولني كذا تمرون أي بجنا تمرون تاي موي دو كذا أنا كم نه أنت كم نه أنت كم نه هو كم نه هي có mình được thiền chắc cả na tập trung mà nét nhưng mới bỏ ra thì muối ăn nè bỏ ra thì pì ăn ta rồi có ăn tí hay bỏ ra thì bấy hùa ấu hìa chương đầu tiên một kho tập nâng ra ép bỏ ra thì pì nâng bỏ ra thì bấy cứ kỳ vượt cả bàn chạy nếu đầu tiên mùi gạch cát nâng mùa ăn nè nó sẽ phi kelima ukhra طالب نعم امسح هذا نعم الذي يريد ان يكتب فليكتب وافضل ان تكتبوها نحن جالس سيد قاص سيد ده هي جي سنه بو جي يبقى ممكن هي يكون تا سيد امسح هذا فقط نعم كلمة أخرى هي هو أو هي طالب ما هي كلمة طالب ما معنى طالب ما معنى طالب من يعرفها طالب ممكن نقول تلميذ تلميذ ما معنى تلميذ متعلم ما معنى متعلم طالب ما معنى طالب تلميذ ما معنى تلميذ متعلم او طالب اذا ما معنى طالب طالب يجب أن أبريتها نئة سكسا ركو سك ركو يجب أن أبها نسك نعم إذن طالب معناها تلميذ ومعناها متعلم نعم أنا متعلم مثلا أنا نعم الجملة أنا متعلم يساوي أنا تلميذ بمعنى أنا متعلم ليمون
كلها بمعنى واحد. ماذا هنا؟ إذا أنا طالب. نعم أنا عفوا أنا طالب، أنا متعلم، أنا تلميذ، أنا طالب، معناها واحد وهو يوم توجيه س. نعم إذا طالب معناه تلميذ أو متعلم. كلمة أخرى، ما هي كلمة؟ مدرس. نعم كلمة مدرس. ما معنى مدرس؟ مدرس معناها معلم. معلم ما معنى معلم؟ أستاذ. أستاذ نعم مدرس معلم أستاذ أو أحيانا يقول شيخ. شيخ معنى شيخ مدرس وقرأتها كرو ركال كرو ركال سسراجا شيخ ني بيخلاك يقرأتها تي كرو دا. مثلا ابن تيمية تي دي هذه ابن تيمية تا شيخ ابن القيم. شيخ ابن القيم نعم تيتي هذه مثلا ابن تيمية شيخ ابن القيم. ابن تيمية هو كوجي شيخ كوجي كرو ربا ابن القيم جب بيخلا ما بيه شيخ كوكي آي براوش هاتي كرو بغرين ركوكي ساسرا جامانا تايف نوكا ناي اتي هو دو جو نوكي ني jadi tak ada cepat mana cepat ke ustadun muallimun dan mudarrisun. Famathalan huwa maksud huwa huwa mudar huwa mudar risun huwa muallimun muallimun بمعنى هو أستاذ. إذن هو معلم هو مدرس هو أستاذ بمعنى واحد وهو قد توجيه كروم أورين قد توجيه ساستراجا. نعم كلمة أخرى طبيبة. كلمة بعدها طبيبة. طبيبة دون ما معنى طبيبة؟ طبيبة يبقى قرأتها نكروفين. طبيبة بمعنى لا أدري كيف هل هناك كلمة أخرى بمعنى طبيبة؟ يمرون أن أكثر إبتداء من نيد من طبيبة نمسارة. ممكن نستطيع أن نقول هي التي تعالج الناس أو تعالج المرضى هي طبيبة. يعني جاي بشيء سمعناه كوجين يعني تعالج المرضى كوجين بشيء ما بشيء ما نجمع كنا ثانية كروبة زاك ماي رجيم. فمثلاً نقول هي طبيبة. قلنا هنا هي طبيبة وتوجي نكروبة هي طبيبة
هي طبيبة وتجي ميكروفون. نعم، الكلمة التي بعدها التدريب الأول طويل قليلا. نعم، كلمة بعدها مهندسة، ما هي كلمة مهندسة؟ ما معنى مهندسة؟ مهندسة بمعنى wiswakor stray. Tapi sakna dengan hati yang baik deh, wiswakor dan jihe stray wis. Allah ma'am, dia matang lain. Wiswakor kuat hai jihe stray ya. Dan dapun, mana dapun fil jumlah? Hiya muhan desa tun au ante anti anti muhan muhan desa tun kuat tujuh wiswakor gimana wiswakor setrai tujuh ai pesan di pampun yang tak hati ai cuy ai komen kerana dapat je fai dah je pa beraya tengah ni. Anti niat niat ni atau X-ray atau log X-ray dia wiswako setray dia pertam nah dia pertam tu perhatian jasa dan saat dia mahu cek dah nah abcmak ini bukan desa wiswako dari peti setray. كلمة أخرى هذا. نعم، قبل الأخير هذا. هذا ما معنى هذا؟ يبقى رأيتها ني كما يجب أن يكون كم جامعة من جلام تي جي صاحب النيم جنقل جي كون النيم جنقل جي كون النيم جنقل والله أعلم دا يجب يجيبها ني بسارب كما يجب تجيه اسم الإشارة كيف اسمه باللغة العربية اسم الإشارة اسم الإشارة هذا كبرى سمرق تيجت مذكر كبرى سمرق تيجت مذكر هذا مثلا هذا هذا رجل رجل نكوجي برا هذا رجل نكوجي برا أو هذا هذا كتاب. نعم، كلمة أخرى الأخيرة كلمة أخيرة في التدريب الأول هذه هذه يبقى برايتها يميت نيه دوي كنين اسم إشارة دوي كنين قوي ترى سمرات جيب قوي بنتاك ترى سمرات مؤنث ترى سمرات بيك سري فمثلا نقول هذه هذه امرأة هذه امرأة بكوتية ستري أو نقول هذه طالبة هذه طالبة أو هذه هذه نعم سبورة 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 هذه سبورة نكوجي كناكير
نيت كوتي سر سري نيت كوتي ستري. إذن التدريب الأول انظر واستمع واقرأ جو لمهاتي موي جو نعمل سنب نن آن نعم عيد القراءة مرة ثانية كم آن سات مي أنا أنت أنت هو هي طالب مدرس طبيبة مهندسة هذا هذه. إذن أنا معناه بقرأت هاي مك يوم أنت بقرأت هنيا ركلو أنت بقرأت هنيا ركا نيا ركا نيا سمرة بحسرية نيا ديك نيا تاي سمرة برا سمرة بحسرية أنت سمرة بحس برا هو بقرأت هكوا ركا في تاي سمرة إيجي سمرة بحس برا هي بقرأت هكوا ركا في ديك نيا تاي سمرة بحسرية طالب قلنا معناه تلميذ أو متعلم مدرس معناه معلم أو أستاذ طبيبة ممكن نقول هي التي تعالج المرضى الطبيبة هي التي تعالج المرضى طبيبة توتي نعتاب شبال نعتاب تاكوات توتي فتسرين ثم مهندسة مهندسة يبقى بارتها في سباقا ستري ني يوم ين خمان نه أتوان كيين خمان ده ني في سباقا قوات آي كيوي بطال جي كا جو روم هاو تا في سباقا ستري نه كيسا كما يين هاو تا يمك نه في سباقا في سباقا كارني ركا يمك يوم أجبان نه جانت جوي بطال جي chỉ chấm đen tăng thóng là bảy bảy giờ cho ngọc đang kịp thóng trong sổ bỏ prai thả biết vợ có hơi stray thôi mà hà đã bỏ prai thành đi tại kịp prai chỉ muốn chừng all sum up hết pro lên một tất cả hà đã kitabun hà đã kalamun hà đã kitabun nam và hà đi hi isim isara ismul isara đấy kịp prai sum up tiết đấy ok hà đi hi امرأة هذه طالبة هذه سبورة نتوجين كما هي. نعم الآن نصل إلى التدريب ننتقل إلى التدريب الثاني التدريب الثاني قبل ما نختم درسنا اليوم الله أكبر الله أكبر أذن مؤذن الله أكبر الله أكبر التدريب الثاني
حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد المرسلة والأخرين وبعثهم قوما محمد. نعم نواصل التدريب الثاني. ضع علامة الصحيح. ضع علامة الصحيح. هذه علامة الصحيح أمام الكلمة المطابقة. أمام الكلمة المطابقة في كل مجموعة كما في المثال. ضع علامة الصحيح أمام الكلمة المطابقة في كل مجموعة كما في المثال. لما تي بي جو نيا كو ري كو جو نيا دا سنيا كو سنيا كري سنيا كري دي بيسا عرب جو شمو تايكي. علامة الصحيح. علامة الصحيح. علامة الصحيح. علامة الصحيح سنيا كري سنيا مولي بعد قلنا أمام الكلمة نلقى مقطع المطابقة لوجنية مطابقة لوجنية في كل مجموعة في كل لو كرم كرم نموي نموي أدور لو كنا قطيها قطيها جمد رقم واحد واحد المثال والأل المثال الكلمة هي هو كلمة هو ثم ألف يقول هذا هذا ثم باء يقول هي بين قوسين هي هذا هي ثم جيم جيم ماذا هو هو ثم دال دال ها هذه. إذا ننظر في هذه الكلمات يبقى أي كلمة هي كلمة مطابقة تابع هناك يجب يدور 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 chứ giờ mở ta phía đi đi chỉ phía cổ mở cho nó buồn này đi ba chim ta ta phía buồn này cứ chỉ phía đổi đổi nhầm phía đi chứ giờ mở không không sự thờ bò dưới cái cũ nó không một biển chứ giờ những chặt đầu hà đi hàng mục đại sa tại đi chặt làm sẽ đi làm một chuế chân thế đi cứ chỉ phía hàng mục một lò hỏi đó rồi coi ai cũ nó còn đi ta kiểu tạm việc bò bọc nhất tạm tạm kiểu bọc nhất hàng hàng mục cứ hàng này rồi thường có cái cũ chân này cũ chân này ta dùng cụ khẳng định có mặt chế bằng nhà đại của ca cực thằng mục ai cực thằng khóc nền của mà thằng mục mà thằng mục dường dường từ khi khẳng định tới chân khả năng mục nhất từ mục những đầu khẳng định chân một cực chắc cứ dùng cụ khẳng mục đầu khẳng định tại một cực thằng chỉ chúng này chạm đam được nếu chân khẳng mục của là nơi kháng thằng nằm này bốn lò và năm chân không bao dường khi làm nên không bao dường chỉ chế bằng nhà khẳng mục của từ này là nó sẵn khăn với ai được cụ từ biết cứ chỉ chúng lại đã trầm trầm hàng chứ như mở biển đã để đối cứ như cũ nó khẳng mốc biển đã đổi cây mà ăn mô to biển còn biển đã đổi nào nó có ý thế nào mà hiện cây mà to bì bà thì đang cây mà to bì bà thúc mà alif to li bun bà to bì bun jim to li bà đàn to bì bà thì đang mà hiện cây mà mô to mô to biển còn nó có ý thế nào mà hiện cây mà mô to biển còn كلمة مطابقة هي كلمة في دال طبيبة نعم ثم رقم ثلاثة كلمة أنت 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 يبقى برعاتها يمي نعرفها لو يبقى رهنا ثم ألف أين با أنا جيم أنت دال أنتي إذن كلمة مطابقة هي أنت في حرف جيم. جيم في عدد دوي كو في أنت نقنون لجريين تواصى جيم. أربعة مهندسة. ما معنى مهندسة؟
nó sẽ bỏ prai đã đặt xa các con khơi miệng để dựng đảm bảo được có miệng hả à tuần miệng thế chắc khi ông nào thầy prai biệt hào vì sạc có sạc trái đặt đáy dạ mùa hẳn tí sạc bỏ prai đặt vì sạc có sạc trái đặt xa thầy tuần miệng thì dựng prai mọt thế khi ông còn nào thầy tuần đặt đáy đấy mùa hẳn tí sạc alif mudarrisa ba muhandisa jim muhandisun dal mudarrisun idan kalimah mutabiqah hiya muhandisatun fi harfi ba al raqam 5 al akhir kalimah hiya akhun akhun yuma prata bong ru ko boun pro alif ukhtun ba khalidun jim akhun dal khalidun إذن أين الكلمة أين الكلمة المطابقة؟ تعرفين أنك تجيب بيئة دوي كنية تجيب أخن أخن في أي حرف؟ حرف جيم أخن لو تو أصال إيرين تو أصال جيم الحمد لله هنا نصل إلى ختام درسنا اليوم ونلتقي غدا بإذن الله تعالى وإلى اللقاء فندعو دعاء الكفارة كفارة المجلس في هذا في درسنا اليوم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشكركم على متابعتكم وجزاكم الله خيرا مع السلامة.